مشاهدينا لإلقاء المزيد من الضوء على الاقتصاد الأمريكي والعالمي ينضم إلينا عبر تيمز السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك معنا سيد رائد، وبداية تقييمك لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وكذلك لنتائج إنفيديا التي حققت قفزات غير مسبوقة. يعني في أسبوع نستطيع أن نصفه بأنه ذو يعني بيانات قليلة نسبيا. كان لدينا يوم أمس بشكل واضح محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لعله هو الأبرز، ولكن هذا المحضر لم يأتي بجديد حقيقة، إلا أنه أكد على أن الفيدرالي الأمريكي متمهل في عملية تقليص أسعار الفائدة، وبالتالي سوف يأخذ نهجا أطول، وهذا يرجع كل الاحتمالية لأي تقليص قد يحدث في أسعار الفائدة إلى النصف الثاني من هذا العام. على نفس الصعيد كان لدينا أداء مشرق بشكل كبير جدا لقطاع التكنولوجيا مع سهم نيفيديا بقراءة مهمة جدا. انفيديا كان عندنا ارتفاع كبير جدا في الأرباح، وتمكن السهم من الارتفاع بحوالي 13% خلال تعاملات يوم أمس، وهذا دليل إضافي على أن ثورة الـAI أو ثورة الذكاء الاصطناعي لا تزال مستمرة بتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي على وجه التحديد، وربما هي التي تغذي هذا التفاؤل والجو الإيجابي الذي يكتنفه الأسواق الأمريكية والمستثمرين على وجه التحديد. يعني نحن أتتنا بيانات يوم أمس على الرغم بقراءتها ممكن تكون هي تأخير لتيسير السياسة النقدية وربما قد تكون سلبية لأسواق الأسهم من خلال محضر الاجتماع الفيدرالي، إلا أن الأداء الملفت للأنظار من قطاع التكنولوجيا هو الذي كان مسيطرا. نعم أستاذ رائد، يعني بالانتقال إلى آسيا وتحديدا اليابان نلاحظ ارتفاعات تاريخية في مؤشر نيكاي مع ضعف مستمر للين الياباني، كيف ترى ذلك؟ يعني حقيقة نحن عم نشوف مؤشر نيكاي 225 كان أداؤه ممتاز جدا وقمم تاريخية وتستمر بتسجيل هذه القمم. الأداء الملفت يأتي إلى أنه السياسة لا تزال بشكل كبير هي سياسة ميسرة تستهدف أنه بطريقة غير مباشرة، طبعا السياسات النقدية لا تستهدف بشكل مباشر التحكم بسعر الصرف، ولكن كنتيجة جانبية عم نشوف أنه الين الياباني يستمر بالتراجع أمام الدولار الأمريكي بشكل واضح في ظل استمرار قوة الدولار الأمريكي على وجه التحديد، وذلك يدعم حقيقة الصادرات الصينية. إذا نظرنا إلى كل البنوك المركزية حول العالم نجد أنها سياسات متشددة وأسعار فائدة مرتفعة نسبيا في سبيلها لمكافحة التضخم، إلى أن المركز الياباني على وجه التحديد لا يزال متبني لسياسة نقدية سهلة ويسرة وتسمى بالألترا لوز بوليسي، واللي هي حتى الآن يستمر في استخدامها، وهذه بشكل غير مباشر تستهدف أن يكون عند الين الياباني أقل. هل يمكن أن يتدخل البنك الياباني مرة أخرى؟ لا أعتقد ذلك أن يحدث في وقت قريب، لأنه يستغل حقيقة الفجوة الموجودة، يستغل أنه أداء الين الياباني يعني يشجع الصادرات، وفي نفس الوقت يترجم ذلك مؤشر النيكاي بشكل واضح جدا بمزيد من الارتفاعات والقمم التاريخية، ومرشح لمزيد من الارتفاعات لزوجة دولار ين ممكن أن يستهدف مستويات 152 أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة القصيرة القادمة. نعم، إذن السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك.